أمة التوحيد، أمة ممتدة على مر التاريخ، أمة لها أبطالها، أبطال صنعهم الحق فصنعوا التاريخ، تاريخ الحق والعدل، تاريخ الطهارة والبذل، أبطال خرجوا من رحم الفضيلة والتضحية والشرف، شرف العبودية والخضوع للملك القهار وحده دون غيره. قادوا جيوش الإسلام في ساحات النزال، وخاضوا معارك أغرب من الخيال، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والاستبسال، وكان منهم أئمة في الجهاد والاستشهاد: أبو عبيدة، خالد، سعد، عمرو، المثنى، القعقاع، عقبة، موسى بن نصير، طارق بن زياد، قتيبة بن مسلم، صلاح الدين، قطز. وكان منهم في هذا الزمان سيف الإسلام، خطاب. البطل المغوار والفارس الهمام، اسم ارتبط بالتضحية والقتال والذود عن حياض هذا الدين، اسم ما أن يسمعه المسلم إلا وعادت في نفسه العزة والكرامة والشجاعة، يسر برؤيته المؤمن ويضيق برؤيته الكافر والمنافق. من المجددين في هذا العصر الرجل الذي جعله الله عذابا على الروس والمنافقين، فعل بأعداء الله الأفاعيل وقتلهم الله على يديه في كل واد وسهل وجبل، إنه الخطاب، البطل الهمام، والفارس الضرغام، والسيف المسلول على رقاب سامر الكافرين. سامر بن صالح بن عبد الله السويلم، الشهير بخطاب، قائد عسكري مجاهد فذ، سيذكره التاريخ في من ضحوا بالنفيس والغالي في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وخطاب رحمه الله واحد من هذه النماذج العالية الرائعة الراقية والنجوم اللامعة التي تسامت إلى سماء المجد والخلود، وكان لها تاريخ حافل، وسطرت بإذن ربها وعونه وحسن توفيقه حياتها بسطور النور على صفحات. ولد في محرم 26389، طبعا درس المرحلة الابتدائية في عرعر إلى الصف ثالث ابتدائي أو نصف السنة فقط، ثم انتقلنا إلى الثقبة شرق المملكة في مدرسة عمر بن الخطاب، ثم إلى النموذجية المتوسطة، ثم إلى الثانوية، ثانوية الخبر، وبعدها درست تقريبا 6 أشهر في شركة أرامكو، نظام يسمى CBC أو النظام الابتعاث السريع. كان والده رحمه الله يأخذه مع إخوته كل أسبوع إلى المناطق الجبلية، يعلمهم الشدة والشجاعة، ويضع على ذلك الجوائز والحوافز لتشتد سواعدهم ويقوى عودهم. في هذا الجو نشأ الغلام الذي كانت تظهر عليه آثار النجابة والشجاعة. كان خطاب في بداية شبابه يتطلع إلى ما يتطلع إليه أي شاب من الوظيفة والمكانة العالية، كان يتطلع إلى بناء بيت كبير، وإلى زوجة جميلة، وإلى ثروة طائلة، إلى غير ذلك مما نفكر فيه نحن الآن وإلى ساعتنا هذه، ولكن يأبى الله أن يكون لهذا الشيخ المجاهد هذا الدون. كان تركيزه كثير على الدراسة، يعني كان يركز أنه مثلا يبتعث إلى برا المملكة، أنه يأتي مثلا شهادة دكتوراه أو أكثر، يعني أكثر من كذا، كانت طموح عنده قوي جدا. في هذا الطور من حياة خطاب التي كانت مليئة بالأحلام، كانت الأمة الإسلامية تمر بأحداث عظام كانت ولا زالت تفت في عضدها وتنهك قواها، فكان الاحتلال الروسي لأفغانستان، وكانت أحداث فلسطين التي أيقظت الانتفاضة الأولى، وكانت الأخبار تتوالى إلى سمع المسلمين من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة عن كثير من المآسي.
يتخللها أخبار المقاومة والجهاد الذي اشتعلت جذوته وقتها نتيجة لهذه الأحداث. يعني العالم تشوفها كيف تنطحن تحت الدبابات تحت المدافع، يعني ما في شك هذا كان يأثر عليه. وأيضا الانتفاضة هذه لما تشوف الأخوان هناك في فلسطين يعني ولد عنده يعني نوع من الحمية الإسلامية. كان خطاب ممن تأثروا بهذه الأحداث وبدأت أمنياته وطموحاته تتغير، وظهر عليه التفاعل مع الأحداث في تعليقاته وفي كتاباته البسيطة التي كان يتركها في كتبه الدراسية. لقد تأثر شهيدنا لذلك وأصبح يفكر تفكيرا جادا في نصرة المسلمين في أفغانستان آنذاك، فعزم أمره وودع أهله واختار الهجرة لله ولرسوله. ترك الأحلام والآمال وترك القصور والحبور واتجه إلى كهوف يسكنها وأرض يفترشها وسماء يلتحف بها. ترك والديه، ترك إخوته وأهله، وهاجر إلى بلاد صار كل من فيها هم إخوته وأهله. تزوج الإخوة والأخوات ومات الأب الصالح وما زال هو في غربته، قدم روحه وأمانيه وأحلامه لله، لم يرد مالا ولا حظا من حظوظ الدنيا. استجاب خطاب لنداءات الجهاد التي أطلقها علماء مجاهدون من أمثال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، وودع أهله قاصدا أرض الجهاد في أفغانستان. أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدو الجهاد الأول هو الترف والغرق في الشهوة، كيف لا والقرآن يتنزل عليهم من فوق سبع صدر يقول لهم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، أصحاب الغنى أولو الطول منهم، وقالوا ذرنا نكن مع القائدين. وعلى ربى أفغانستان صقلت نفس خطاب ونضجت مهاراته القتالية والقيادية، فقد أكمل تدريبه الأولي في فترة وجيزة أبهرت مدربيه لسرعة استجابته وتعلمه للفنون القتالية المختلفة. ثم أن يوضع عليه الصاعق بالطريقة هذه. وفي خلال 6 سنوات تحول هذا الشبل الصغير إلى مقاتل بارع وقائد من أشجع وأبرع المجاهدين الذين عرفهم العالم في القرن 20. ايش الطيارين هذا؟ لا حق البيرة. شوف الفارق، اشوف الفارق. مكتوبين هذا حق الله يرحمه. انا تكفت المطر نطلع فيه وقت العمليات ترصد وكذا. هذه يحط مثلا في جكته في مكان فما يبين. شوف كيف الله خفيف ايضا ما يبين. نعم امشي عادي، تركب سيارة تروح اي مكان فمباشرة تطلعوا. يعني الله سبحانه وتعالى يعني استرعى على أخوة وكان أميرهم هناك، فقدرا مر بأخوة كان عندهم أحد الكفرات يعني مفقوع نفس، فالأخوة مباشرة نزلوا يبغون يصلحون الكفرة، فقدرا مر فيهم بهاللحظة هذه، فمباشرة عقب ما شافهم قال لهم ما يصلح المكان هذا، غيروا مكانكم وروحوا قريب من مثلا الضلع هذاك أو المكان الآخر غير هذا المكان. فسبحان الله الأخوة يعني طاعة له كذا، ولو ما لها داعي يعني في نظرهم كانت كذا أحدهم يروي الشيء هذا، كأن نفس الشيء هنا أو هناك نفس الشيء، لكن قال لنا روحوا جنب الضلع الجبل هناك متذرين فيه روحوا وصلحوا البنشرة هناك. فهم بالفعل راحوا، فأول ما وقفوا ونزلوا من السيارة في هذه اللحظة نزلت قذيفة مكان ما كانوا واقفين في السابق، فتفاجأوا يعني مفاجأة كانت لهم، يعني قالوا كيف إيش دراء أو كذا، لكن هذه سبحان الله هذه الله سبحانه يعين العبد
أنه يكون لما يكون والي على رعية أو كذا أن الله سبحانه وتعالى يثبته، وهذه تحصل فيما بعد، يعني الثبات هذا تكون طاعة أشد بعد ذلك. حارب وقاتل من خلال الأكمنة والعمليات والغارات، حارب القوات الروسية العادية كما حارب قواتها الخاصة، وحضر أغلب العمليات الكبرى في الجهاد الأفغاني منذ عام 1988، ومن ضمنها فتح جلال أباد وخوست وفتح كابل عام 1993، وقد نجا من الموت عدة مرات بأعجوبة، وفي كل مرة يؤكد بيقين أن وقته لم يحل. كل نقطة ممكن تدخل منها الوقت، الوقت 30 ما تستشير فهم بإذن أربعة كيلو؟ شبير متر على الجليد اللي فوق؟ أضرب أضرب أربعة ونص خليه يطلع إياه. هذا تدرون أنا؟ ها؟ الهدف هو الثلج هذا اللي في مجرى اللي سير اللي... طبعا قبل فتح جلال أباد كانت المنطقة فيها ركود تام فترة ما أعرف بالضبط كم، 3 أشهر 6 أشهر أو أكثر أو قريب من ذلك. فلما فتحت جلال أباد دخلوا العرب والأفغان كلهم إلى جلال أباد، فكان أحد القادة الأفغان دخل على موقع الشرطة أو المخابرات أو موقع تصنت الظاهر المكالمات، فكان يقول ما رأيت إلا أوراق خطاب فعل، خطاب كل يوم لازم خطاب فعل، ضرب علينا فعل علينا كذا، كل الأوراق كانت يقول كلها مليانة خطاب 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 خطاب. يعني كانت الفترة كان يعني تقريبا، احنا ما نقول هو الشخص اللي يعمل الوحيد، ولكن يعني دائما المخابرات اضرب اعمل كذا كلها كانت عن طريقه. يعني البطل يطلع من على قمم الطهي ويده، نسأل الله السلامة، يبرزها أمام الكاميرا. انظروا إليه شباب. وهذا هو المجاهدين يتسالمون ويتصاحبون. هذا هو يأشر لأفراده أن يغطسون بين الموية، ولكن لا يلبون الأوامر. طاجكستان ونقل إلى بيشاور ومنها إلى الوجود طول المدة، وجوده هناك وإصراره أيضا أنه يستمر في الطريق اللي هو، كانت أيضا تجي بعض الأفلام وكذا، فكان الوالد يعني يطلع على بعضها. فأذكر إحدى المرات كان يطالع وجوده مع أخوانه بعض المعارك أو كذا، فكان يعني يحدق طويلا ويناظر كذا، فكان يقول في السابق قبل مثلا يشوف الأفلام هذه يقول
ليش ما يجي أو جيبوه أو تعال أكلم وكذا. بعد شفت الفيلم هذا كان يقول كلمة بالعامية، كان يطالع وهز راسه كذا يقول هذا خبل لو رجع. لما شاف يعني حقيقة شاف يعني موضوع العزة، موضوع مع أخوانه، وجوده كقائد كذا، السرية اللي موجود فيها كذا، فكان يقول لو رجع خبل، يترك كل هذا ويرجع. بعد هزيمة الروس هزيمة منكرة وانسحابهم من أفغانستان، بدأت مرحلة جديدة في حياة القائد خطاب. أذكر في قضية طاجكستان ذكرنا لهم أنه نحن جئنا لتقديم المعونة والنصرة في هذا المجال، والحمد لله نعم كانت هناك حقيقة تجربة استفدنا منها كثير جدا وأفدنا في تلك القضية. أذكر 4 شهور كنا فقط نعد ما الأشياء التي نحتاج، جهزنا بيت مثلا، شرينا الذخائر، شرينا الأسلحة، الأجهزة اللاسلكية مثلا، شرينا المواصلات، شرينا مثلا الشاحنات والسيارات وكذا. حتى عبور النهر كان هناك مشكلة كبيرة جدا في طاجكستان، مشكلة النهر، نهر جيحون، يعني كان في حد ذاته هو جهاد عبوره. يعني زرنا المنطقة وتعرفنا على المنطقة وشوفنا إيش اللي تحتاج المنطقة، فرتبنا هذه الأمور كلها، وبعد ذلك خرجنا وطلبنا من الطاجيك فقط شيء واحد، أن نحن نحتاج مجاهدين ممن تزكونهم أو ممن تعرفونهم حتى نعلمهم وندربهم ونجهزهم بكل شيء، يعني ما نكلفكم شيء، وبعد أن يتجهز هؤلاء الناس ندخل نخوض معهم المعارك ونكون أمامهم، يعني نكون أمام هؤلاء الناس، لا ندفع الناس ونحن جالسين أو نحرك الأمور من بالمخابرة كذا، نحن أمامهم. إن قدمنا خير فهو للإسلام ثم لكم، وإن ما قدمنا شيء فهو يعني فما يكون أكلفناكم شيء. نحن جئنا كل شيء من عندنا. فعلا كانت تجربة قوية وصعبة بكل المقاييس، ولا أعتقد أننا الأخوة الذين كانوا معي أو أنا يعني سأخوض تجربة مثل تجربة أفغان من تجربة طاجكستان، صعبة بكل المقاييس. ما السيارات كانت تصل إلى مكان، وبعد ذلك حوالي 3-4 أيام كنا نمشي بالأعزكم الله بالحمير والبغال حتى النهر. النهر كان في حد ذاته وحش وحش، جالس هناك عبوره كان جهاد. بعدها النهر هذا أيضا جبال جبال ما رأت عيني مثلها، أقل ارتفاع جبل كان لا يقل عن 3000 أو 2500. بقينا وأردنا أن أيضا نعد ناس أكثر، كان عددنا قليل لا يتجاوز 100 شخص أو 120. وبعد هذا يعني بدأنا نعد الأمور لعدد أكبر، ل300 أو 400 مجاهد في طاجكستان. حقيقة كانت الإمكانيات ضعيفة، وكانت القضية يعني حقيقة يعني ما كان هناك لها يعني ما كان لها اهتمام من المسلمين، يعني كان ينظر القضية يعني بسبب ممكن الأحداث اللي كانت في أفغانستان والمشاكل والقتال اللي كان مستمر، والطرق كانت صعبة، ووصول أهل الخير هناك كان أيضا حقيقة فيه صعوبة. ولكن قضية حقيقة أهملت مال وظلم الظلم كثير، رغم أنها كانت من أصعب القضايا اللي أعتقد ولا أعلم اللي واجهت المسلمين. بدأت أحداث الشيشان، والحقيقة ما كنت كنت أنظر إلى التلفاز، وكنت أنظر إلى القضية يعني يقود هذه الأحداث جنرال شيوعي الجوهر دودايف، هذه كانت الفكرة لنا، وناس في داخل روسيا يعني ناس شيوعيين، فممكن تكون هناك مشاكل بينهم، يعني ما كانت في البداية الإنسان ينظر لها نظرة إسلامية. فبعد ما رأينا القضية رتبنا معها برنامج في زيارة المنطقة لمدة أسبوعين. بدأنا نبحث في الخريطة وين الشيشان، كانت حقيقة جمهورية صغيرة 2 كيلو في 3 كيلو ما تبين في الخريطة، ودخلنا إلى أرض الشيشان، فأخذت مجموعة معي 12 أخ، كنت والله ما أرجو من دخول هذا أو من دخول الشيشان إلا فقط أن أدرب هؤلاء، يعني ما كنت حتى أظن أنه أستطيع أن أقدم شيء في الشيشان والله. قلت يعني لعل الله لعلي أصدق مع هذه المجموعة البسيطة اللي 12 أخ من داغستان أصدق معهم، فإن ختم الله سبحانه وتعالى لنا نسأل الله يعني نسأل الله أن يتقبل. دخلت مع إخوة، وحقيقة يعني أعجبت بهذه الأخوة، كانوا ما شاء الله فاهمين دين ويقرأون القرآن وشباب طيبين، فدخلنا وتقابلنا معه، وتقابلت هناك مع مجموعات حقيقة كانت على مستوى يعني عالي جدا ما شاء الله، شباب يصلون ويؤمنون يعني يريدون العمل في سبيل الله. فوالله تعجبت والله أنني بكيت عندما رأيت هؤلاء الأخوة في هذا العالم وهذه الحرب وهذا الطحن وهذا الدنيا، شباب مثل الورد يريدون العمل لله سبحانه وتعالى. سويت تدريب بسيط
فرأيت الإقبال كبير والناس تحمست وكبرت وارتفعت معنة الناس، والله خفت يعني أن أخرج بعدها ويكون هذا تولي من الزحف. وكان يقولون هذا جاء واحد من أفغانستان شعر طويل حكمة يار إلى آخره، فخفت والله من أن نخرج ويعني وتسقط همة هؤلاء الشباب، فبقينا معهم. يعني رأيت الناس صادقة، والله يا أخوة يعلم الله أنني بكيت عندما تكلمت عجوز معي، قالت نحن نريد أن نتخلص من الروس، نحن نريد أن نعيش مسلمين، ما نريد أن نعيش مع الروس. يعني قلت لها ماذا تستطيعين تعطين تساعدين المجاهدين؟ قالت والله ما عندي إلا الجاكيت اللي أنا اللي لابسته أعطيه المجاهدين وكذا. فوالله قلت سبحان الله بكيت، والله قلت والله أخي إذا هذه مرأة عجوز تريد أن تساعد المجاهدين بهذا، نحن يعني على إيش نخاف أو على إيش نتردد؟ يعني من هذاك اليوم اتخذ قرار أن أدخل مع الأخوة وأبدأ بتدريب الناس. بدأنا نرتب الشباب ورتبنا لهم قاعدة في الجبال، فاخترنا مدينة أو قرية فيدنو. كانت تجربة طيبة، وبدأت الأحداث في داخل الشيشان. بدأنا نسوي بعض العمليات. أول عملية نضرب فيها قافلة في خرشوي في جنوب فيدنو، وكان حقق لها أثر كبير. 5 آليات انطحنوا فيها الروس طحن، 41 قتيل، 5 ضباط كانوا فيها. وهذه أول عملية حقيقة نحن جرى فيها، يعني أول الآليات كانت لها هيبة في نفوسنا والله، ولا جرح معنا أحد ولا قتل معنا أحد. بعد ممكن حوالي 3-4 أيام كبرت الناس وكذا وعرفوا نحن اللي سويناها، فتجمع الشباب وبدأنا نرصد لضرب قافلة ثانية. وبعد ما جهزنا لها 2 شهر ضربنا قافلة في أحلك وقت، كان القوات الروسية هاجمة هجوم ضخم جدا على الجبال، ضربنا فيها قافلة كانت قاسمة الظهر لهم في داخل سرجنيوت. 100 آلية ضربنا منها، 47 آلية أخذنا منها غنائم كثيرة. بعد هذه العملية حقيقة أخذنا خبرة طيبة، وبدأنا نرتب الأمور وبدأنا نترصد على عمليات. بعدها بأسبوعين دخلت قافلة من 32 آلية، 3-4 دبابات و11 مجنزر والباقي شاحنات و4 صهاريج، انطحنت من إلى ولا خرجت منها ولا آلية، نجا منها فقط 12 جندي كانت في آخر آلية تركوها وهربوا من النهر. يعني في خلال 2 عمليتين يعني توقفت العمليات الروسية في الجبال تماما، وانسحب الروس من الجبال، وبدأ حقيقة أن رفعت ارتفعت معنويات الناس كثير، وانحطت معنويات الروس وانهزت صحيحهم يعني الروس، وتنسحب القوات الروسية من فيدنو. الله أكبر. في تاريخ 30/10/1995 بعد معركة حامية دامت جنوب فيدنو، آخر قافلة تخرج من فيدنو في تاريخ 30/10 القوات الروسية تنسحب من فيدنو. هذه القوات الروسية تخرج من فيدنو. تاريخ 30/10/1995 بعد معركة حامية مني فيها الروس بأن خسائر فادحة جدا في جنوب فيدنو، وتعهد الجنرال الروسي بالخروج وطرى وترجى القيادة في فيدنو بأن لا يطلقوا على القوافل المنسحبة. وهذا اليوم هو الحمد لله تحرير مدينة فيدنو في أرض الشيشان في الجبال، مركز الرئيسي للمجاهدين في القفقاز. هذا والحمد لله وصلاتهم على رسول الله. اضغط له. بعدها جوهر دودايف أعلن انتهاء الحرب النظامية وبداية حرب العصابات التي سوف تستمر 48 سنة من 50 سنة هو قد أعلن حرب، يعني طحن معنويات الروس. حرب هو يقول أنها سوف تستمر 50 سنة، راح منها سنة بقي 48 وتعال رجع، فالروس يعني طاحت معنوياتهم في هذه. وبعد أيضا سووا حملة، المجاهدين دخلوا غروزني، وكان هذه من أفضل العمليات اللي من الله سبحانه وتعالى فيها على أخوانكم في أرض الشيشان. وأقول وأيضا عملية أيضا كنا ننتظر فيها قافلة ثالثة، انتظرناها 17 يوم، ما تيسر. بعد ذلك أخذنا موقع كامل للروس وضربنا طيارات هليكوبتر ورجمات صواريخ غراد، مجموعة ضربنا منها، وأخذنا 5 آليات و30 جندي منهم 3 ضباط. هذه كانت تجربة الحرب الأولى، والروس يعني دخلوا الحرب على غير استعداد وعلى عجلة، ورأوا أن على القوات الروسية أن تخرج من الشيشان وتعد العدة من جديد لخوض حرب جديدة
في أرض الشيشان بعد ما تعد الفرق وتقوم بترصد دقيق على أرض الشيشان ومعرفة قيادة المجاهدين ومعرفة أمور المجاهدين. إن خرج الروس من البوست يبدأ نحن أنا أدخل نبدأ قلقة للجروب بالنظام يدخل لا أحد يدخل البوست بدون قبل أن أقول له الأمير. عندما يستشهد أحد إن قدر الله سبحانه وتعالى فهذا أمر كرم من الله سبحانه وتعالى أن يعطي أحد منكم الشهادة. فأين أنتم؟ ماذا فعلتم؟ لا تسمع لا تضيع البتري ولا تشغل المخابر لأن نحن نريد أن نتكلم. الخليفة ضع عليك سلاح سرطان طلعها بسرعة وجهز أمور جيد. على كم حط المسافة بسعد؟ على كم حط المسافة؟ الله أكبر وجودنا كان أولا قبل تحقيق أي عمليات عسكرية كان وجود رفع معنوي للقضية الشيشانية للمجاهدين أو للشعب الشيشاني وإعطاء صبغة إسلامية للقضية بأن القضية ليست قضية فقط هو الشعب إنما قضية إسلامية كما حدث أيضا مثل ذلك في قضية أفغانستان أو طاجكستان. تجد في هذه الأرض المجاهدين من الأتراك من العرب من كل مكان. فلا شك وجود الإخوة رغم قلة عددهم لأسباب كثيرة سواء كان صعوبة الوصول إلى هنا أو الطرق إلى آخره أو يعني حصار القوات الروسية للشيشان رغم القلة إلا أنه كان له أثر طيب وقوي جدا في نفوسهم وأسباق هذه القضية بصبغة إسلامية بأن هذه القضية قضية جهادية فعلا من أجل رفع كلمة لا إله إلا الله وإحلال الشريعة الإسلامية. قبل أن ألتقي معه سمعت عنه وبعدما تسلمت منصب الرئيس التقيته وكان ذلك يوم كان مقر في فيدنو فجاءني أحد المجاهدين وقال إن خطاب يريد اللقاء معك وبعد ذلك تم اللقاء بيننا فعقدت الجلسة التي دامت حوالي ساعتين وخلال جلستنا تطرقنا للأوضاع الراهنة في الشيشان والمشكلات القائمة في البلاد وهكذا كان أول لقائي مع خطاب. بعد أحداث الشيشان بدأنا حقيقة يعني بطلب من الناس كلها من القيادة المدنية ومن قيادة الجيش ومن الرئيس احنا كنا هناك تدريب وكذا لأنه ما كان أحد مطمئن من أن الروس سوف يخرج خروج كامل أخذ خروجهم لا يقل عن 5 شهور 6 شهور كامل من الشيشان. فبدأنا نعد العدة وبدأنا نرتب المعسكرات وبدأنا ندرب وبدأنا نعلم الناس في معهد وكانت حقيقة بدأنا تتوسع العلاقات مع مئات من الشباب. Сегодня же Конгресс работает здесь вообще независимо от Чеченской Республики и его перспектив. بدينا نرتب الأمور كثير يعني الحقيقة كان في عندنا مشاكل كثيرة جدا في المادة وكذا يعني الأمور الاقتصادية كانت صعبة للغاية فكنا مقتصرين على أعداد معينة. بعدين يعني الأخوة جزاهم الله خير بدأوا يجتهدون الاجتهادات الطيبة وكانت لهم جهود والفضل لله سبحانه وتعالى ثم لهم والله في أن بدأت الأمور تتوسع وبدينا يعني نستقبل في الدورات الواحدة 400 شخص من الشباب وبدأ يأتي شباب من كل القفقاز من الإنغوش والقبردين والقرشاي والداغستان والأوزبكستان من التتار من كل مكان وبدأ حقيقة يهز هذا الروس ومضاجع الروس. عندك تضغط مستقبل بس إذا ما عطاك النور هذا ما تضغط
وبدأ الشباب يأتي وتعلم وتدرب ويروح، وبدأت الدنيا خلية نحل والله ما نعرف من هين الداخل من الخارج، وتجيب وحاول سوي نظام، وبعدين نحن نسوي دار تحفيظ للقرآن، وبعدين سوينا برنامج لإعداد الدعاء، وبعدين نسوي محاضرات في داخل القرى، وبعدين التعليم الأساسي، وبعدين سوينا دورات رفع المستوى لإعداد الدعاء والتدريب، أيضا نفس الشيء تدريب، وبعدين دورات ثانية، دورات خاصة وثالثة ورابعة، ودار تحفيظ قرآن، وبدأت الأمور تتوسع، وصار الأخوة ما شاء الله الإنسان شرقه في يعني كل واحد من الأخوة كان له دور في، وكان له عمل، وكان له يعني جهد حقيقة، جزاهم الله ألف خير. ناس زي ما أقول شو يدونا. كان خطاب يعرف طريقة المعاملة مع المجاهدين في كتيبته خاصة ومع المجاهدين الآخرين عامة، كما كان يحسن المعاملة مع القادة العسكريين ومع المسؤولين في الحكومة، وأخص معاملته مع عامة الناس، قد كان يعتني بالأيتام، ولربما اشترى بقرة لأسرة يتيمة توفي عنها عائلها في الجهاد، كما كان خطاب يقوم باحتياجات المحتاجين حول معسكره. هل يوجد مساعدات أو إغاثة خارجية جاءت لكم؟ قالوا جاءنا الصليب الأحمر وأعطوا لنا كم كيلوغرام؟ 3 كيلوغرام سكر، شو اسمه، سكر لمدة سنتين. قيمة يلا كيلوغرام طحين 4 كيلوغرام تولك أدي غزنة دوقف في طول طوال هذه السنتين مرة واحدة أعطوهم 4 كيلوغرام و 3 كيلوغرام سكر. شوف ماسرة دبابنكا وزيت 2 لتر الصليب الأحمر، هذه المساعدة الإغاثة الإنسانية العالمية. ناسبنا الناس هنا وخلاص، وحطينا القفل عليهم، ما في مربعين عندكم هنا. أما بعد ما تخلص قضية يقول لك الناس لا وشيلوا هذول، بعد ما ناسبنا الناس خلاص الناس قالوا طلعون مين ولا تتكلموا العلي من هذول، الآن أقربان ومتزوجين من عندنا. بسيستي نزا دارجي بنيوت نلزا ورا موت نلزا دارجي دارجي ورا موت نلزا حسن شو شو رانش رانش دارجي 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 أنا طهر مسك زني أبرز 100 تمر ماسك على راسه مصدع وانت أكسي مخوش بكزات سلاك سوش كانوا يحبون يحبونه هو هذا اسم الخطاب ما كان لنا معروفا لدينا معروفا بعد معرفة الخطاب عندنا أبناء كثير يوجد أسماءهم خطاب ينظرون إليك كالبطل كالبطل المجاهد كشخص جيد. بعد كده بدأ الأخوة يشاركهم مشاركات طيبة جدا، وبدأت الأعداد حقيقة تكثر وكذا، إلى أن جاءت أحداث داغستان. رغم أنه ما زال الخطر موجود في وجود القوات الروسية على الحدود، سواء من داغستان على داغستان من جهة الشرق أو في أستينيا من جهة الغرب، ما زالت تتواجد أعداد كبيرة من القوات الروسية، وما يكلف حركة الدبابة الروسية من الشرق ومن الحدود إلى الحدود إلا ساعتين تقريبا فقط. يعني خطرهم ما زال موجود، إلا أن الروس ما يوجد عندهم تلك القوة أو القدرة على الدخول في حرب مثل ما حدث طيلة السنة الماضية، إلا أنهم يعني يحاولون يعني الضغط على الجمهورية اقتصاديا، يعني القيام بعدة مشاكل داخل الجمهورية، سواء اغتيالات، سواء يعني إمداد المعارضة بالأموال، ومحاولة إفشال الحكومة المجاهدين ونزع الثقة من حكومة المجاهدين،
بحيث ينظر الناس والعامة هنا في الداخل لأن حكومة المدينة غير قادرة على توفير أي شيء. كانت الانطلاقة الطيبة بعد انتهاء الجهاد وانتهاء دور القتال في أن يتفرغ المجاهدين لخدمة دين الله سبحانه وتعالى في المجال الدعوي، وإلا أنه تبين الآن للمجاهدين والقادة المدنيين والشيشان بأن الحكومة الروسية لم تنفذ شرط واحد مما تم اتفق عليه، فالحدود مغلقة والمطارات مغلقة والضغط الاقتصادي مستمر، فالقفقاز الآن يمر بمرحلة جديدة وهو التخلص من التواجد الروسي بكل أنواعه في أرض القفقاز. الجيش الروسي مص دماء المسلمين وهتك ودمر أرض المسلمين تدمير لا يعرف فيه الله سبحانه وتعالى، من أفغانستان إلى طاجكستان إلى البوسنة إلى الشيشان. الروس والله وقعوا معاهدة 5 سنوات كانوا يريدون فيها إعداد جيوشهم، وكان الجنرالات يقولون نحن سنرجع. مصخادو بنفسه أعلنها وقالها في التلفاز، قال لي الجنرالات الروس سنعود بعد حين. ما في، هم قالوا سنعود. واحد، عناصر الاستخبارات بعد ما خرجت القوات الروسية دخلت مباشرة عناصر الاستخبارات لدراسة ومعرفة جمع المعلومات وترصد الطرق، درسوا جمهورية الشيشان دراسة دقيقة. قالوا لنا قبل سنة ونص قالوا سيدخل الروس من الجبال. إيش تريد أكثر؟ نحن في المعسكر عندنا مساكن أكثر من 37 عنصر من عناصر استخبارات في داخل المعسكرات جايين لقتل فلان وفلان، قتل يعني شامل وقتل خطاب وبعض القيادات. إيش هذا؟ اعترافاتهم، هذه ما هي حرب. دول تقوم حرب وسنوات على بس تجسس دولة على دولة بشخص واحد، والآن بالعشرات قاعدين يمسكوا الاستخبارات يقولون هذا لا 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 ما يصير، لازم يجي الروس ويطحنون أبونا. بعد ما تدمر الدنيا يبدأ الناس ردة فعل وتبدأ المآسي وتبدأ التلفزيون يبين لك فلسة القتلى والنساء المهتكة أعراضهم والناس تبكي. يا أخي ملينا مثلا من هذا المرض. خلاص اللبيب بالشرايف من الناس ناويين يدخلون، مشاكل داخل الشيشان، تفجيرات، محاولات اغتيال، لي كانت أحد المحاولات اغتيال، شامل كانت محاولة الاغتيال، مشاكل بين الشيشانيين كلهم من طرف الروس. يعني الناس ما استطاع، وهذا بعد ما دخل الروس على ولاية شيركوفسكوي وعلى ولاية نأور، دخلوا من الحدود وضربوا، والطيران كان يطير من بعد ما انتهى القتال بسنة كان الطيران يطير فوق غروزني، وأيضا الطيارات العسكرية تطير فوق المعسكرات. وتصور هذا حرب اللي انتهت هذه، خلي تدخل طيارة في المجال الجوي عندنا في أي مكان، ما تقوم حرب بين الدول على هذا الأمر ولا لا؟ الإخوة في الدغسني في تلك المنطقة وبدأ حقيقة بعض القرى وبعض الناس تعلن شريعة وطردوا الشرطة. وين ما موجود شرطة موجود سرقة وعربدة وسكر وكذا ورشوة. أما يوم مسكوا الأخوة وطردوا الناس وبدأت أمور شريعة وبدأ النظام وبدأ الترتيب وبدأت الناس تزرع وكذا والناس شرت سيارات وانتعوا وعاشوا عيشة طيبة. هنا إن طلب هؤلاء الحكومة، إذا طلبت مدد من الروس هؤلاء الناس يطلبوا مدد من المجاهدين، وحنا ندخل قبل الروس ونمسك دفاع وخلي الروس هم يهجمون وإحنا ندافع. هذا كانت الفكرة، وما كان عندنا نية الدخول إلا تقديم نصرة، ولكن يعني تكون لها خطوات معينة وترتيب معين. إذا الحكومة الدغسنية مثلا أو الشرطة يعني يريدون يحلون هذا الأمر داخلي لا بأس، أما أن تدخل القوات الروسية فيعني يجوز لنا أيضا نحن أن ندخل. وبدأت الأحداث، دخل الروس طلبوا مدد، ألحقوا علينا، إحنا عندنا قتلى عندنا جرحى. ما يجوز لك بعد ذلك أنك تجلس، وشرعا ما يجوز لك والله، حتى يجب ان تدخل تقدم. دخلنا دعكنا واللي خلوه الروس في داخل بوطلخ وفي المناطق هذا، رغم والله ما كنا نتمنى ان ندخل هناك. فبعد كذا اتخذنا قرار بعد ما انكوى الروس مضبوط ووقف عملياتهم العسكريه هناك، احنا بعد ان جاءت مشاوره هناك احنا انسحبنا في ليله واحده والسلام عليكم ورجعنا. بعدها بثلاث ايام حاصر الروس مباشره قريه كرمخي وشبل ماخي، 3 قرى فيها 1000 طفل، فيها اكثر من 500 امراه، ناس ما تدخلوا والله ما تدخلوا في اي عمل وما لهم اي شيء، وما تدخلوا في سياسه وما تدخلوا في حكومه ولا لهم شيء. مباشره حاصروهم من 3 جهات، بدات العمليات دعك عليهم مدفعيه وطيران. انظروا هذا عبد الله، هذا الروس اللي سووه. الناس قال واحد يقول لي ليش وعند قاعده، ما حد يقول ليش الروس يدخلون، ما حد يقول ليش الروس يسوون، لا اذا سووا شيء المسلمين ليش يسوون شيء المسلمين هذول، هم مخطئين. عجب، احنا يوم شفنا الناس بدات الحقوا علينا، قالوا ما نستطيع نتاخر عنهم. سلكنا كل الطرق السلميه، ما في حل. في مجلس شورى
بين الشعب الداغستاني والشعب الشيشاني. الروس يقولون ديمقراطية، هذا في مجلس شكل بإرادة الناس وبرأي الناس، والناس اختارت مجلس بيشكل بين الشعبين، وفي هناك في أعضاء وفي ناس وكذا. احنا كنا بس ماسكين في الجانب الداعك، يعني الجانب العسكري، بس ننظم الجانب العسكري، والناس كانت تجتمع وتناقش كثير من الأمور وتخاطب الحكومة وتخاطب الروس، ويعني خاطبوهم وأرسلهم رسالات رسمية بأن يجب أن يتوقف هذا الأمر. ما سمع الروس ولا سمعت الحكومة الداغستانية. وبعد ما دخل الروس دخلنا حنا بأسبوع، شوف أسبوع انتظرنا. ونفس الشيء أيضا نولاك أو الأحداث كرماخي، طلبنا لمدة أسبوع، سلكنا كل الطرق السلمية، ما قبلوا وما كان هناك رد، والعملية العسكرية مستمرة، والطحن طحن والله العظيم. تشوف الأفلام ما تصدق الأشياء اللي صار هناك، قرية مسالمة، ناس مساكين، اللهم بس أعلنت الشريعة. الحمد لله من الله علينا كثير في هذه، أيضا بحصار قوافل لهم وضربها، والله مات الروس فيها. بعد ما تقريبا واشكت العملية تنتهي في كرماخي خرجنا أيضا. هذه الأحداث بدأت تحت مشورة العلماء، أكثر من 17 عالم في داخل داغستان، وتحت مشورة مجلس الشورى الكونغرس، وتحت مشورة أعداد من القادة المدنيين سواء في داغستان أو في شيشان، على أن تدخل مجموعات من المجاهدين وحدات من المجاهدين من الشيشان، من أرض الشيشان، مباشرة إلى المناطق التي دخلتها القوات الروسية. لم يكن هناك تدخل من أي مجموعة إلا بعد ما دخلت القوات الروسية إلى داخل الولايات. دخلت القوات الروسية إلى ولاية بوتلغ وكونت لها مركز في المطار العسكري هنا في بوتلغ، ثم دخلت إلى ولاية صمدة في أقولي، وبدأ الهجوم على القرى التي أعلنت الشريعة، والقرى التي تجمع فيها أعداد كبيرة جدا من الشباب المسلم. أم بوتلغ تقسم الناس الموجودة في جبل تابع جبل الأسدين، ناس أنقوشها كذا، وكل ناس جدت توش لبودت تزخوت تونس كذا نيبلوخة دروبة مساسمات البروستا من دوجن سيجن إثي. طبعا الأخوة اللي طبعا اللي جاهزين حقيقة متحنة طبعا إلى تسليم التاريخ الإسلامي لم ولم يصدر في كتبه إلا أعمالا إسانسك إستوريا ني ذاتبيشت إليجي ني أستاير إسليب لتراتور كنيجي إستوريا إلا أعمالا قام بها رجال رومي تيخ ديسبي которые делали или которые осуществили настоящие мужчины. الذين آمنوا بالله حق الإيمان. Те, которые уверовали в Аллаха истинной верой, وصدق الله. И которые были правдивы с Аллахом, وصدق مع شعوبهم. И каждый был прав. Давай. الله أكبر. الله أكبر. مالك شوفنا هذا في أي وادي في أي مكان. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسمع الجميع الآن يصلي ركعة ندعو الله سبحانه على الجميع. الحمد لله الآن صلينا وانتهينا من الصلاة. صليت أبو حكيم؟ صليت. اسحب وطار. الله أكبر. 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 الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بون نتال بون نتنا وش كده طيب هذا بون بون وش كده هني بون والله أمشي أمشي علم 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 قام الروس بغزوهم الثاني لجمهورية الشيشان المسلمة، والذي كانوا يعدون له منذ هزيمتهم الأولى، جاءوا ليكرروا نفس الأسلوب البشع في انتهاك كل ما عرفته البشرية من أخلاق وقيم، لكنهم لأجل اغترارهم بأنفسهم وثقتهم بأنهم قد جهزوا أنفسهم هذه المرة أفضل من سابقتها، لم يتصوروا ما ينتظرهم في الشيشان من جحيم يشعلوا تحت أقدامهم خطاب وإخوانه. الله أكبر، الآن أبو الوليد ضرب طيارة هليكوبتر عسكرية طاحت وتقطعت وتفجرت الدنيا، علم من فيها وقتل سائقها والطائرات تدور حولها وتحاول أن تأخذ جثثهم، علم نام نادى كروشي كات وزموجنا بلين بزارة. والله يا ربيت شو قلنا الروس كي أني ناش بس فيني أني تولك مجاهد ليه الله يد أني ناش أخرج جنشني شو سبيلي ومن خلال هذا التطرس تسعى إلى القضاء على المجاهدين إلى قتلهم وإلى أسرهم البيوت وإلى مطاردتهم في كل مكان. يشوف الوضع كيف الوضع، هل في فعلا جرحى كثير؟ أحسنت. بعد ذلك يعطي خبر للأمير المجموعة حتى يشوف نقاط الضعف من فين يدخل، والأمير المجموعة يدخل على المجموعة. انتقل خطاب مع بقية إخوانه من المجاهدين ومن قادة الشيشان إلى الغابات والجبال ليبدأوا حرب عصابات على القوات الروسية كبدت الروس ولا زالت الخسائر العظيمة. اللهم انصرنا نصرا مبينا، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل فيه نصرا لدينك، اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لأعدائك أعداء الدين، اللهم اعفو عنا، اللهم تقبل منا شهداء إن كان هناك شهداء، وشافي وعافي جرحانا إن كان هناك جرحى، اللهم ارحم ضعفنا واعف عنا وانصرنا، وصل الله على محمد. الله أكبر. بعد ما يعني حاصر الروس مدينة غروزني وصار ضغط شديد على المجاهدين في داخلها، كنت قد رتبت الرصد في المدن مدينة أرجون وقدرمس وشالي على أساس أن نقوم بعمل عسكري هناك، وكانت القوافل تتحرك وتحرك 400 مجاهد مباشرة إلى المنطقة منطقة العمليات. مسير كان من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 صباحا، كان أكثر من 17 ساعة. مسكنا الطريق القادم بين مدينة قدرمس وأرجون، كانت هناك طريق القوافل اللي بتروح لغروزني في كل مكان وضع المجموعات. ففي اليوم في الصباح اليوم الثاني جاءت قافلة من 10 إلى ضربها أخونا أبو جعفر، كبرت الناس، بعدها بنصف ساعة جت قافلة من عندي ضربتها أنا، كان فيها 12 آلية، بعدها بساعة جت 4 آليات مدى ضربها أخونا يعقوب وأخونا رمضان الشباب اللي هناك، وبعدها بساعتين الأخوة هجم على التجمع قوات الأمون ضربوا السيارات، جاهم لمدد آليتين ضربوها، بعد كذا جاء مدد من عند أخونا عبد الصمد ضربوا، وبدت الروس ما عرفوا ايش يسوون، كل ما يرسلون طريق لهم آلية تضرب لهم، وارسلوا مثلا يريد ان يضعون بوسطة حراسة ضربوها الاخوة. فكان دمرنا في هذا اليوم الواحد 47 آلية دمرت لهم، وقتل كان لهم يعني بالمئات كان لهم القتل في هذه العمليات بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه كانت تقريبا احداث أرجون، احداث عمليات العيد.
كانت من أجمل العمليات ومن أسرعها، وكانت خاطفة ولخبطت حسابات الروس في ذلك الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. كان خطاب قبل القيام بالعمليات العسكرية كان يذهب إلى موقع الكمين شخصيا لتفقد الموقع، وهذا ما كان خطاب يتميز به عن القادة الآخرين، حيث يرسل القادة الاستطلاعيين والاستكشافيين ومن ثم يخططون حسب معلوماتهم. وكان خطاب يفكر فيما يقوم به كثيرا ويمعن النظر في دقائق الأمور حتى تكون العمليات ناجحة. ألسي شو قولي؟ تم إجوتش؟ تي سي دي تام شوهد انت كويتو ان شاء الله كتوني اتنعينا من ينوجب تاسد ان شاء الله ان شاء الله شو بدي يخرزك سبون الله اكبر الله أكبر الله أكبر Ну, да, 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 да,
انت ريزي انت ريزي 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 تقدر يزو كروش نيبونيلا يزو موجه باي تمام نيزو يا توش دي مش عشان ايه ده دي ناس برات بس ما انت بس لما معاملته بينهم كان جيدا جدا لانهم كانوا المجاهدون كانوا يحبونه جدا لأنه كان يعانيهم يحفظهم وينظر إلى أمورهم كل شيء كان عندهم تفاهم تمام أبو سالم تتر мы будем мочить русские, короче, войска Путина на базе, который в Тихине, но не в сортир. Сортир у нас всегда, слава богу, чисто. Русские всегда были в сортир и будут дальше в сортир. Но только мы будем мочить русские военные, солдат только в базе, который в Тихине. Видите, как мы долбили их колонны. Больше половины колонн долбили. Они пришли в Веденский район. Ведено хотят захватить, хотят долбить там людей, десанты. Я сейчас потрогаю. Слышишь, Путин? Видишь, как мы мочили твои солдаты здесь? Здесь, в Чечне. Ты сиди в сортире и жди, кто к тебе придет в сортире. Тела нету, это твой дело в сортире. Иншаллах, мы Путин. Аллах Акбар. Теперь уберите этот козел Путин, нам дайте наш алкаш старик, это есть. Он лучше, чем Путин.
ما نعرف من أين يكون وأين يكون، بدل من يكون هذا الأمر حقيقة لم لومز الأخوة استهزئ بهم. خذ أحمد هذا مو جازم دي قوي. هذه العملية في ولاية فيدنو يشارك فيها 12 قائد تقريبا، عدد المجاهدين 250. الفكرة أن جميع القيادات تدخل من محاور مختلفة وتنسحب أيضا من محاور مختلفة. يشارك تقريبا قرابة 300 مجاهد في هذه العملية بإذن الله، وبعد هذا مباشرة سنتحرك إلى مناطق أخرى في المناطق المفتوحة في 4-5 ولايات كرشلوي وشالي ومناطق أخرى، وستكون هناك عمليات يشارك فيها قرابة 25 قائد بعدد مجاهدين أكثر من 500 مجاهد إلى 600 مجاهد سيشاركون في هذه العملية بإذن الله. فهذه يعني انتهاء حرب العصابات وبداية حرب الشبه نظامية، والتي إن شاء الله سيكون منها ضغط إعلامي وسياسي وعسكري، وإن شاء الله أنها ستركع الحكومة الروسية لمطالب المجاهدين أو تجبر القوات الروسية على الانسحاب من جمهورية الشيشان. لقد علم الأمة دروس الكرامة، وسطر بأفعاله أبيات العز والذود عن حياض الإسلام. لم يجلس في بيته ويرضى بأن يكون كأحد المسلمين، يصلي كما الناس يصلون، ويقوم الليل ويصوم النهار، ويتصدق كما يفعل من أراد الخير، ولكنه علم علم اليقين وجعل هذه الآية نصب عينيه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. اللهم إنا خرجنا لنصرة دينك ولإعلاء كلمتك وللجهاد في سبيلك، اللهم فلا تحرمنا النصر بذنوبنا ومعاصينا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا، وصلى الله وسلم على نبيكم محمد وعلى آله وصحبه. أبى القعود مع الخوالف، واستشعر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار. ولقد كانت نفسه لا تجري وراء سراب الأمان الكاذبة، بل همته أعظم من الأحلام. جرح وقطعت أصابعه وتعرض للموت مرات ومرات، ولقد قال من رآه: ما تكاد تجد شبرا في جسده إلا وآثار الشظايا في كل مكان من جسده، لأنه استشعر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه مسك. قاتل 15 عاما متواصلا، عله يعذر عند الله من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة، والفواق ما بين الحلبتين، وجبت له الجنة. لقد عرف أجر المجاهد فسعى في طلبه ونيله. رماية ليلية بالهاون، الآن على مركز قاعدة الأوان في ولاية فيدنو. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، استر الله، استر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
لا يزال طائفة من هذه الأمة قائمة بالجهاد، وهذا مصداق لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة. ومن الذين نحسبهم والله حسيبهم أنهم قاموا بالجهاد وبذلوا الشيء الكثير في سبيل ذلك وقضوا السنوات الطويلة في هذا الأمر هو سامر السويلم الملقب بخطاب، قضى شطر من حياته في الجهاد ومقاتلة الكفار ومقارعة هؤلاء الكفار. ولا تكون لهذه الأمة عزة ومكانة إلا بالقتال في ذات الله وبالجهاد في سبيله. وفي هذا الوقت قد كثرت الفتن وتتابعت وتكالب الأعداء على المسلمين، ولا شك أن مجاهدة هؤلاء الكفار لا بد منها، لا بد منها، لا بد منها، لا بد منها، لا بد منها. تبيت بوست روسكي ناس إيشة تفيت مشيلي زي ما تاك رحلة الشتاء والصيف زي ما تاك ليتها تاك بوست ناس إيشة تفيتهم ليشوا فيتهم قرار إن شاء الله استريتهم سف موسكو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان السياحة أمة الجهاد. فنحن في هذا الصيف عام 1422 الموافق 2001 نتحرك ان شاء الله إلى مناطق العمليات في مراكز الولايات بيدنو وشتول وباقي المدن الكبرى. والحقيقة أن القوات الروسية أعطت إدارة العمليات للاستخبارات مدير الاستخبارات باتروشوف لمحاولة القبض على القادة، وأعطته فترة مدة 3.5 شهور للقبض على القادة، قادة أعضاء مجلس الشورى. والحمد لله كما يرى الأخوة سياحة أمة الجهاد نتحرك في الصيف وفي الشتاء في هذه الأودية وهذه الطرق، تخلي القوات الروسية تجري ورانا وتحاول القبض على قادة المجاهدين. بفضل الله سبحانه وتعالى لن تستطيع أن تصل إلى شيء، وإن كان هناك لقاء سيكون إن شاء الله في أرض روسيا بإذن الله. قافلة مقدارها 20 آلية جاءت تبديل لإحدى الفصائل المتمركزة في المناطق الجبلية، تقريبا حوالي قوامها 20 آلية. وضع حراسات في البداية وبعد ذلك تحركت القافلة 2 آليتين والباقي شحن كما تنظرون الآن. Ну, кому Аллах дает это, альхамдулиллях. هذه الان الغام ضد الافراد،
طبعا شراء ألغام ضد الأفراد أو الألغام الأصلية يتعذر وجودها اليوم في داخل جمهورية الشيشان، لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى المجاهدين اليوم يحاولون أو الحمد لله استطاعوا أن يرتبون ألغام مضادة للأفراد، وقد جربت وكانت حقيقة ممتازة وأفضل من ألغام الأصلية. فقد كان مولده عام 1390 وقد التحق بالمجاهدين الأفغان عن عمر لا يتجاوز 18، ولم يزل في ساحات الوغى حتى قاد جيوش الإسلام في معارك الشيشان وأوقع في الأعداء خسائر كثيرة، وقد كان يبحث عن الشهادة ويخشى أن يموت في غير أرض الجهاد، فبلغه الله أمنيته. ونؤمن بأن غياب هذا القائد الشجاع أو غيره من المجاهدين الأبطال لن يوهن المجاهدين أو يفت من عضدهم، فإذا مات لكل أجل كتاب. نعم، بعد 14 سنة من مطاردة للموت في مضانه لم يطل الموت خطابا إلا عندما آن الأوان وحان الأجل. لم يمت في ساحة نزال، ولم يمت من طلقة رصاص أو بين النيران أو تحت قصف الطائرات، وهو الذي كانت حياته مملوءة بها، وإنما مات هادئا بين إخوانه فلا نامت أعين الجبناء. مات خطاب بسلاح الغدر والخيانة، سلاح الخسة والجبن، فقد عجزت الجيوش الجرارة البرية والبحرية والجوية أن تنال من البطل الذي أذاقها مرارة الذل والهزيمة، فنالته يد الغدر والخيانة غيلة وخبثا كما نالت من قبل أعظم قادات هذه الأمة. فنحن يعني إن كتب الله لنا من أعمالنا 5 أو 10 سنوات في أمر الجهاد، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني بس أن يعتق رقابنا والله من النار، وأن يرحمنا وأن يقربنا من الجنان، ونسأله لقب ذلك الفردوس الأعلى. قد قائد أول شيء، ثم أخي يعني، بالنسبة لي أعز إخواني ومن أحب الناس لي، يعني ما في شك أنها كانت يعني بالنسبة لي صدمة، أو كانت مؤثرة علي شخصيا يعني. لعلي ذهبت الوالدة في نفس اليوم تأكدي للخبر، وكنت يعني أول ما قابلتها حقيقة ما استطعت أمسك نفسي، جهشت بالبكاء. أبشري أم الخطاب، فإن الرجال قد شهدوا لابنك أنه ما تأخر عن الصف الأول في القتال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه، اللهم اجعله منهم يا أكرم الأكرمين. لقد علمنا موتك أيها الفارس الضرغام أن الإقدام لا يقدم أجلا، وأن الجفن لا يؤخره، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطاك لم يكن ليصيبك، وأن الجهاد في سبيل الله لا يقدم أجلا ولا يؤخره. فقد خضت المعارك وتعرضت للمهالك وطلبت الموت في مظانه ثم تموت غدرا، ألا فلا نامت أعين الجبناء، ألا فلا نامت أعين الجبناء، ألا فلا نامت أعين الجبناء. وأعز الأمة الإسلامية بفقدان القائد البطل خطاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في عداد الشهداء. فلقد كان نعم القائد، كان يتحلى بكل صفات القائد المسلم من أخلاق وشجاعة وكرم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا خيرا منه. والله رغم أن القلوب قد حزنت والعيون قد دمعت، إلا أن الهمم ولله الحمد والفضل والمنة قد علت وتسامت وارتفعت، فإنا ماضون بإذن الله على هذا الدرب، ونعاهد الله سبحانه وتعالى على المضي قدما في هذا الدرب. وصدق من قال: دم الشهيد نور ونار، فلقد كان والله نورا أضاء لنا الدرب أكثر فأكبر، وسيكون نارا يلفح أعداء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. رحم الله خطابا وتقبله في الشهداء.
إن جهاد إخواننا في هذه الدولة في الشيشان هو جهاد في سبيل الله نحسبه كذلك، والدليل ذلك ما ظهر على أيديهم من الانتصارات ومن رد كيد الكفار ومن الاستيلاء على كثير من أموالهم وكثير من أسلحتهم ومن الانتصارات الظاهرة على أيدي أولئك المجاهدين. فنقول علينا أن نستمر في إمدادهم ولو مات منهم من مات، ولو قتل أو مات رئيسهم الذي كان قائدا لهم، فلا بد أن الله تعالى ينصر من يقوم مقامه من إخوانه وزملائه الذين بذلوا جهدهم في سبيل الله تعالى. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل فيه نصرا لدينك، اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لأعدائك أعداء الدين.